أعلنت مصادر عسكرية وطبية يمنية مقتل 26 مسلحا حوثيا وأربعة عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في معارك بين الجانبين تزامنت مع غارات للتحالف العربي على مواقع بمحافظة تعز. وتشهد تخوم مدينة تعز مواجهات بالأسلحة الثقيلة استهدف خلالها الحوثيون مواقع المقاومة الشعبية في جبل صبر وبعض أطراف المدينة بالتزامن مع استمرار المواجهات في جبهتي الراهدة جنوب شرق المحافظة ومنطقة ذباب الساحلية. وأكدت مصادر طبية إصابة 13 مدنيا على الأقل جراء قصف مدفعي على أحياء سكنية في مدينة تعز.